ورحمة الله وبركاته، معاكم ندى من قناة حنان الوراقي. فيديو النهاردة عايزة أرد على تعليق جه لأمي امبارح. بس قبل ما أقول أي حاجة، أنا عايزة دعوات كل أمي. أمي تعبانة أول امبارح وإحنا ماشيين في الشارع، عربية جت خبطت أمي. كنا ماشيين جنب الرصيف، العربية خبطتها. كنا ماشيين جنب الرصيف بس كان في شوارع جانبية، ففي عربية طلعت من الشارع الجانبي وراحت خبطت ودتها زقتها في جنب في نص الشارع. وامي تعبانه فادعوا لها. او قبل عايزه ابدا بقى في ارد على التعليق. في تعليق جه لامي امبارح يوم 18/4 الصبح. تعليق كان بيقول لها ان الفيديو، كان التعليق ده جاي لها على صابون الفروتي، صابون الفروتي السايل اللي امي كانت عاملاه. التعليق كان بيقول لها ان كل حاجة في القناة امي بتعملها لا هي حصري ولا هي اول مرة، وان امي بتجيبها من الاجانب، من القنوات الاوروبية والاجنبية. والفيديو خصوصا وتحديدا بقى، والفيديو اللي هو صابون الفروتي اللي امي عاملاه مش بتاعها، وان هو واخداه من واحدة اوروبية. انا مش هرد بكلامه خلاص، انا هرد بالادله. يعني امي الصابون ده لو انا كاتبه في انا العنوان متسمي، لو دخلته وشفته، انا عموما هسيب لكم سكرين شوتس من الحاجات دي كلها. العنوان انا امي مسميه العنوان صابون الفروتي السايل، المهم مش فاكره العنوان اي، بس هي امي مخصصه على اليوتيوب العربي. اليوتيوب العربي يعني مفيش حد يعمله اصلا في من العرب عموما. امي كانت اول حد تعمل الفيديو دوت، تعمله يعني في اليوتيوب العربي. فعلا هي كانت واخداها من الاجنبيه دي، وهي ما انتسبتهاش لنفسها. ادخلوا اسمعي الفيديو، ما انتسبتهاش لنفسها، قالت اول مره ففي اليوتيوب العربي والعنوان متسمي كده. ادخلوا وشوفوا. عموما انا هسيب لكم عشان ما تدخوش وما انا هسيب لكم الحاجات دي في نفس الفيديو اللي انتوا بتسمعوه. الفكره امي لما بتلاقي مثلا فكره او اي فكره، مش شرط اجنبيه، عند اي حد بتاخد الفكره تمام. لو هي خدت الفكره بتقول عندكم. هديكم مثال، كانت لسه عامله قريب مربه الجزر، مربه البنجر، مربه البنجر، مربه ايوه البنجر بالموز، افتكرت مربة البنجر بالموز. المربة دي لا كانت بتاعتها ولا كانت فكرتها، وهي قايلة لكم في الفيديو. ادخلوا واسمعوا الفيديو هتلاقوا ان هي قايلة، وذكرت اسم القناة اللي واخدة منها الوصفة، كان اسم القناة باش ام حسن بدمنهور. امي قالت لما بتاخد حاجة من حد، قالت حتى الايس كريم، لما في ايس كريم عملته السنة اللي فاتت، لما جات او السنة اللي فاتت او من سنتين مش متذكرة او يعني، بس كانت عاملاه على طريقة شيف محمود عطية، لما عملته برضو قالت. يعني انا عايزة اوصل لكم فكرة ان هي لما بتاخد حاجة من حد بتقول. عموما هي كانت واخدة فيديو فعلا من واحدة اجنبية، والعنوان واضح قوي ان هو حصري لاول مرة على اليوتيوب العربي. انا دلوقتي هسيب لكم، هسيب لكم فيديو الحاجات الفيديوهات اللي امي منزلاها في القناة، الاجنبية منزلاها عندها في قناتها. مش هتلاقوا وجه تشابه ابدا، الحاجات اللي هي الامي بتنزلها مختلفة تماما عن الاجنبية بتنزلها. ادخلوا وشوفوا وتأكدوا وتيقنوا قبل ما تتهموا الناس. عايز تتهم ولا تكتب تعليق سلبي تمام، بس تتأكد قبل ما تكتب تعليقك، ما يبقاش عندك معلومة ناقصة. يعني حتى العنوان كان واضح حصري لأول مرة على اليوتيوب العربي، يعني واضحة، يعني معنى كان الأجانب عاملينها. ولما وفكرة أمي مثلا لما هي بتاخد فكرة من أجنبية، يعني بتعرب الفكرة، بتعربها توصل للعرب. فيعني أنا مش عايزة أطول في الموضوع، هسيب لكم سكرين شوت من الحاجات اللي أنا قلت لكم عليها من التعليق. هسيب لكم سكرين شوت من التعليق واقروه، وهسيب لكم سكرين شوت من الفيديوهات المحتوى اللي أمي بتنزله وإن الأجنبية بتنزله، وقارنوا. المقارنة هتبقى عندكم في نفس الفيديو عشان ما تروحوش وتبحثوا كتير وتضيعوا وقت. انا
هسيب لكم الحاجات دي كلها في نفس الفيديو، واحكموا انتوا بنفسكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.